السلام عليكم، مرحبا بكم بقناة شيواس الدار مع إيمان. اليوم غادي نقدم لكم كسكسو ديال البلبولة بلحم الراس، كيجي لذيذ ورائع وبطريقة جديدة سهلة باش نفوروا البلبولة ودغيا كتكون عندنا واجدة. هانتوما معايا نشوفوا المقادير. غنحتاجو كمية اللي بغينا ديال لحم الراس اللي متوفر عندي هنا، التوابل ملح والبزار وسكنجبير وخرقوم وشوية ديال التحميرة باش كتعطينا شويه ديال اللون. عندي هنايا نص كاس ديال كاس لاروب ديال زيت الزيتون مخلط مع الزيت العاديه. عندي هنا الخضر اللي متوفى، قرعه لفت، القرعه حمراء وخيزو وواحد القبيطه ديال القزبر ومعدنوس. هنايا عندي واحد مطيشه صغيره مقطعه مكعب مرصوات كبار نتوما كيفما تشوفوا بجلده ديالها، وهنا بصله كذلك. عندي هنايا كسكسو ديال البلبوله، هذا كان هذا هو اللي كنستعمل. هذه بلبوله مفوره زوينه، هاد الماركه كناخذها من بيم وزوينه، كتطلع البلبوله ديالها زوينه ولذيذه. هذه اللي كنجرب انا. وعندي هنا واحد مطيشه كبيره محكوكه مع بصله كبيره محكوكه باش نديروا المرق ديال اللحم. انتما معايا تبعوا طريقه التحضير. هنا نبداو على بركة الله. غادي ناخذ الكوكور، غندير فيها اللحم، قياس ديال اللحم اللي بغيت. غادي نضيف ليه البصله محكوكه ومطيشه محكوكه، غادي نضيف الزيت الزيتون، زيت مخلطه، غادي نضيف التوابل كاملين. وقبيطه ديال القزبر معدنوس، وغادي نخليه يتقلى واحد شويه وغنرجع معاك. هنا كيفما كتشوفوا ها هو غلى ليا اللحم ديالي مع البصله ومع مطيشه والتوابل والربيع. غادي نضيف ليه اللفت، وغادي نضيف ليه اللفت اصفر والابيض، وغادي نخليه حتى هو كيشد الطياب شويه، وغادي نسد عليهم، غنبلل بالماء سخون وغادي نسد عليهم حتى غادي نحس بهم شويه بداو كيطيبوا، وعاد غنقلب كلشي في الكسكاس باش كومسا كطيب ليا، كيطيب اللفت مزيان واللحم مزيان. والكسكاس ان شاء الله غنقلبوا فيه كلشي وغنكملوا فيه باقي الخضر ديال الطياب ديالنا. هنا نضيف اللفت، كما كنعرفوا اللفت راه كيشد الطياب، غنضيف هاد جوج كرتونات ديال الماء، وغادي نبلل بالماء والثوم. البلول الكافي اللي غادي يكفينا باش طيب لينا هاد الخضره، ويبقى لينا باش غادي نقلبو في الكسكاس باش غادي نعاود نطيب الخضره هذه اللي بقات ليا. غنسد دابا الكوكوط وغادي ندير الصفاره ونخليها تطيب. هنا غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنفور البلبوله. هاد الماركه زوينه ديال البلبوله مفوره، غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنصايبها دغيا في ثلاثه ديال الفورات، كتطلع وكتجي لذيذه صراحه وكطيب كيف ما كنعرفوا ان البلبوله كتشد طياب بزاف. انا غادي نوريكم الطريقه اللي ساهله واللي غتبقاو ديما تعتمدوا عليها ان شاء الله، وغادي تنجح معكم من اول استعمال. هنا غادي ناخد الكسكسو الكافي اللي غادي نستعمل، ما غاديش نستعمل بطبيعة الحال هذا كيلو كامل بزاف، غادي ندير غير نصف ديال الكمية، غير تقريبا نص كيلو، حيت هما ما هاد لامارك ما كيتباعش فيها نص كيلو، كاين غير فيها غير كيلو. دونك غناخد غير العبار اللي غادي نطيب، وشي لاخر غادي نخبيه، غادي نخليه حتى المرة اخرى، هي راه ما كتخسرش. انا هنايا درت مقراش ديال الماء حتى طاب، حتى خرجت منه السبوله مزيان. غادي نضيف هنايا الملحه ضروري
باش كتجينا بنينه البلبوله ديالنا، ما كتجيش مصوصه. نحاول ندخلها في الكسكسو، وغادي ناخد المقراج اللي غنطيب. كيف ما قلت لكم راه خارجه من الصبوله كيف ما كتشوفوا، وغادي نعمر عليها مزيان. غادي انا كنخوي وكندور بايدي كيف ما كتشوفوا على شكل دائري، وغادي نعمر عليها مزيان حتى غادي نشوفوا الماء طالع فوق منها، يعني هي غتبقى مصفيه لتحت والماء فوق منها كيف ما كتشوفوا. انا ما بغيتش نزرب الفيديو، بغيت نخليكم تشوفوا هذه الطريقه مزيان. وهنايا غادي نحرك شويه، ضروري كنأكد على الماء يكون طيب مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا راه بدات كتشرب، غادي تشرب هذاك الماء كامل، ما تحاولوا ما تخافوش منها نهائيا، راه ما غتعجنش وما غتعصد ما حتى حاجه. ومني واخا تبان لكم مكوره، يعني ملي غادي نديروها في الكسكاس راه غادي تطلق هذوك الحبيبات كاملين، غادي يطلقوا ملي غادي تطلع يبداو يطلعوا فيها الفرات راه غيطلقوا. هنا تقريبا راه بدات كتنشف، غادي نغطيوها بواحد الفوطه وغادي نخليها الوقت الكافي اللي غتشرب على خاطرها، يعني ما تخافوش منها راه ما غادي تعجن ما حتى حاجه. وهنايا راه الكوكوت ديالي باقا غادي طفيت عليها، غادي نتسنى حتى تبرد ونحيد الصفاره ونجيب البرمه ونقلب فيها الخضره ديالي اللي طيبت، ونخلي هذا الكسكسو حتى يشرب مزيان، وغادي نعاود باش نصيبها. من بعد ما البلبوله ديالي كيف ما كتشوفوا ها هي شربات مزيان، شربات مزيان هذاك الماء طيب اللي درنا فيها. غادي نضيف دابا شويه ديال زيت الزيتون، هي كتبغي زيت العود، البلبوله كتبغي زيت العود. غادي نحاول نحلها وخا سخونه. ما تخافوش منها ما كتبقاش مكوره، هاد الكورات كلهم كيتحلوا ملي كتفور. هنا غنجيب كسكاس، هي كتحل مزيان هي كتفور. بعد ما قلبت اللحم وقلبت اللفت اللي طابو في الكوكوط غير نص طيبه، خليتهم غير صفرات الكوكوط واحد ربع ساعه وحيدتهم. دابا غادي نرمي خيزو، وغادي نضيف واحد شويه ديال الماء طيب راني درته، وغنضيف معلقه ديال السمن، معلقه ديال السمن،
هي، وغادي نضيف هذيك مطيشه والبصله اللي قلت لكم قطعت مكعبات، رميتها غادي نزيد واحد شويه ديال المطي وغادي ندير الكسكاس ديالي صافي، وغادي نخليها باش يفور الفوره الاولى ونعاود نتلاقى معكم باش نقلبها ونعاود نحلها مزيان ونعاود نرجعها باش تفور. كيف ما كتشوفوا ها هي الفوره الاولى طلعات، هاو البخار طالع مزيان، نعاودو نتلاقاو باش نحلها في القصريه. هنا من بعد ما فارت لينا الفوره الاولى غادي نقلب الكسكسو ديالي بالبوله في القصريه باش غادي نعاودو نحلوه بشويه ديال الاستعانه بشويه ديال الماء بارد بطبيعه الحال، الماء الاول اللي كنديروه ما سخون، اما دابا ملي كنبدا نحل فيها كنرشها بالماء بارد، وغادي نرشها غير تقريبا غير هاد المره صافي، نرشوها بالماء بارد تقريبا جهد واحد جوج كيسان ديال اتاي قياس ديال اتاي، وغادي نحاول نحلها. هنايا راه سخونه بزاف باش تخليوها حتى شويه كتولي دافيه عاد حلوها، ما تخسر معاكم ما حتى حاجه. هنا غنضيف الخضره ديالي القرعه والقرعه الحمراء في البرمه. هذه الفوره الثانيه كيف ما كتشوفوا ناحيتها من فوق العافيه، غادي نحاول نحلها غير بالمعلقه ديال الخشب سخونه بزاف، وما غاديش نستعمل معاها ما غاديش نضيف لها الماء باش غنرشها صافي، درتو غير المره الاولى صافي. من بعد غادي هي غادي تطيب في هذاك البخار ديالها، صراحه كتجي زوينه ولذيذه ودغيا كطيب. دابا هذه الفوره الثانيه، بقات ليا معكم غير فوره واحده هي الثالثه اللي عليها غادي نديرها وغادي نسقي من وراها غادي نسقي. هنا غادي نضيف معلقه ديال السمن، معلقه صغيره ديال السمن باش يعطينا اللذه في البلبوله ديالنا. راه ضفنا ديجا ضفت واحد معلقه اخرى في البرمه فاش كانوا كيطيبوا الخضره، دابا درت هنايا معلقه ديال السمن وغادي نحاول ندخلها مزيان في الكسكسو، هي غادي تذوب وغادي نجيب الكسكاس وغادي نعاود نرجع ندير فيه البلبوله ونرجعو يفور الفوره الثالثه. وهانتوما معايا هاي الفوره الثالثه كيف ما كتشوفوا، انا حيدتها من الكسكاس نفس الطريقه ديال الفوره الثانيه، يعني ما غاديش نضيف لها ما لا حتى حاجه، وغادي نحاول غير نحلها بهذه المعلقه الخشبيه وغنعاود نرجعها. هذه هي الفوره الاخرى، غنعاود نرجعها تفور الفوره الاخيره، ومن بعد من وراها غادي ندوز باش غادي نسقي ان شاء الله. في هذه الفوره الاخرى انا عمرت واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون صافي، غادي ندهنهم ندهن بهم البلبوله ديالي، هي كتبغي البلبوله مزيان زيت الزيتون، وغنحاول نحلها عاوتاني واحد شويه، راه تقريبا راها تحلات. ومن بعد غادي نضيفها كيف ما قلت لكم تفور اخر فوره في الكسكاس باش غادي ان شاء الله غادي نوريكم الشكل النهائي ديال البلبوله ديالي من بعد ما طيبتها وما فارت، وغنسقيها ان شاء الله وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. هانتوما معايا. الشكل النهائي ديال الكسكسو بالبوله مفور بالخضره واللحم الراس كيف ما كتشوفوا، جا لذيذ صراحه والبلبوله طابت مزيان. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يفيدكم وهذه الطريقه اللي استعمل ديال البلبوله تفيدكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم. مرحبا بكم في قناتي والدار مع ايمان، شكرا لكم لتتبعي.